السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك، واليوم جايب لكم انطباعاتي عن لعبة باتل فيلد 1 النسخة التجريبية أو نسخة البيتا لطور المالتي بلاير. طبعا حاليا متوفرة للإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 والبي سي، تقدرون تحملونها وتجربونها. لكن هذا المقطع حبيت أشارككم رأيي فيه، للي ما جرب اللعبة أو اللي جربها يشاركنا برأيه في الكومنت، واللي ما له خلق يجربها ياخذ الزبدة من هذا المقطع. فخلونا نبدأ ونشوف باتل فيلد 1 نسخة البيتا. طبعا باتل فيلد 1 احداثها في الحرب العالميه الاولى والحرب بين الاتراك من الدوله العثمانيه والبريطانيين. طبعا هذا الحدث جبار ومليان حماس، سواء كان من ناحيه الاسلحه او اللوكيشن بشكل عام والدبابات والطيارات وهذه الامور. يعني بتكون تجربه جميله وبعيده عن التطور اللي زهقنا منه في باقي الالعاب، فاختيارهم مناسب جدا لاحداث هذه اللعبه. طبعا البيتا ما فيها كثير، مجرد مرحله واحده وطورين للعب. الطور الاول اللي هو الكونكويست او السيجنتشر مود او طور باتل فيلد الاصلي اللي كلنا نعرفه، اللي هو التقدم لمنطقه معينه واكتساح الخريطه وتقليص المكان على العدو قدر الامكان. والطور هذا يشمل كل شيء في لعبه باتل فيلد من ناحيه التسليح، سواء كانت الجنود والاليات والطيارات والخيول وكل الامور، حتى المدفعيه والاسلحه الثابته. يعني هني بتكون تجربه باتل فيلد متكامله في هذا الطور، وراح تقدر تجرب كل شيء تقريبا في اللعبه. وطبعا هذا الطور اللي ساهم في نجاح سلسلة باتل فيلد من أول ما طلعت إلى هذا اليوم، وهو طور جميل وأيضا موجود في لعبة ستار وارز باتل فرونت. وعندنا الطور الثاني اللي هو الرش، اللي هو تقريبا نفس طريقة الحرب، لكن تضغط على أماكن للعدو وفيها تفجير وفيها خطط معينة، فبيكون فيها دفاع وهجوم. لكن مو هذا موضوعنا، موضوع الأطوار، أهم شيء ندخل في الجيم بلاي ونتعرف على نظام اللعبة. بصراحة اللي التمسته من الجيم بلاي للأمانة كان رائع وسلس وممتع وسهل. ركزوا، أنا هني وصفت اللعب تقريبا في 4 كلمات. أول شيء كلمة رائع، لأنه فعلا كان رائع وبتعيش جو الحرب بشكل رائع، خلونا نقول، وإحساس الحماس والمسؤولية ضد العدو بيكون موجود. ثاني كلمة هي سلس، لأنه بصراحة شغال ممتاز وسريع، وعشرات الجنود موجودين في كل فريق، وتقريبا ما في لاج، ما لاحظت في لاج، فسيرفرات اللعبة ممتازة والوضع بيكون سلس وراح تحس فيه لما تلعب اللعبة، لكن تكون عندك كونكشن على الأقل جيد. ثالث كلمة قلتها اللي هو ممتع، للأمانة كان ممتع، وإنك تهاجم بالأسلحة والدبابات والطيارات والسيارات شيء جميل، وأيضا أسلحتك الخاصة كجندي، وعندك ركوب الخيل اللي أضاف متعة كثيرة وكان إضافة جميلة للعبة. وآخر كلمة قلت إنه سهل، وفعلا كان سهل، لأن سواء كنت لعيب باتل فيلد أو شخص أول مرة تلعب في السلسلة راح تستمتع في الجيم بلاي في المالتي بلاير، وراح تلقى نفسك إنك تقتل وممكن تحصل على أماكن أو مراكز عالية في اللعبة من خلال جيم أو جيمين أو ثلاثة، فما بالك لو كملت في اللعبة أكثر. يعني سهلين لك اللعبة، ان اي واحد يقدر يلعبها، مو شرط يكون محترف في باتل فيلد. وفي ملاحظة عندي في المالتي بلاير بشكل عام، لعبة باتل فيلد 1 تعتبر لعبة تعاونية، وتحتاج ان الفريق يكون متعاون وكل واحد بيلقى الكلاس اللي يناسبه، واذا استغليتوا الاسلحة والكلاسات بالشكل الصحيح راح فعلا تكون فرصة الفوز لكم اكبر من العدو. لكن للاسف الاحظ لاعبين كثير ياخذون الكلاس عشوائيا، ويكون معاه مثلا تسليح متفجرات قوية، واذا شاف دبابة وينحاش ما يدري انه هو اقوى من الدبابة، حتى لو كان مجرد شخص عنده اسلحة فتاكة للدبابة. فهذا المشكلة، النولج اللي ما عند اللاعبين، مو عارفين الكلاسات اللي ياخذونها. بشكل عام الكلاسات اذا اجتمعت مع بعض راح تلقى الفوز بيكون سهل، لكن اكثر الناس مشكلتهم يلعبون كنظام تيم ديث ماتش، ياخذون الاسلحه ويرمون بشكل عشوائي بس انه يبي يقتل، فهذا مو نظام باتل فيلد بشكل عام. فالمطلوب انك تستخدم الاسلحه على استخدامها الصحيح. خلونا الحين من الجيم بلاي وبتكلم شوي عن الجرافيكس. ما يحتاج محرك فورست بايت مطلع اللعبه بشكل جميل، وفيه المؤثرات جدا رائعه، سواء كانت من الغبار والرمال والنار والانفجارات، وحتى تفاصيل الشخصيات والسيارات، كل شيء كان متعوب عليه. والاجواء طبعا في تغيرات او تقلبات الطقس، يجيكم مثلا غبار ورياح واشياء جميله، ففعلا راح تعطيك احساس جميل، والجرافيكس فعلا متعوب عليه. مو بس هذا الشيء، انه شغال بسرعه وتحس انه خفيف. بالاضافه الى الصوتيات في باتل فيلد ما يحتاج، سواء كانت الانفجارات والرمايه، حسب المسافه راح يتغير معاك الصوت، فيعطي شيء واقعي من ناحيه الجرافيكس ومن ناحيه الصوتيات، اشوفه جدا ممتازه. طبعا الحين تكلمنا عن الجيم بلاي اللي ما عليه كلام، وايضا الجرافيكس الجميل، فكل شيء تقريبا في اللعبه كان متكامل وحلو. لكن رايي الشخصي عندي عتب بسيط، ممكن بعضكم لاحظ هذا الشيء. اللعبه بشكل عام كانها ستار وورز، لكن يعني بطابع الحرب العالميه الاولى، تقريبا كانها دي ال سي. يعني تخيل ستار وورز نزلوا دي ال سي الحرب العالميه الاولى، فهذا الشيء اللي حسيته في اللعبه. يعني مو بس الشكل، حتى الصوتيات، حتى طريقه المينيو والرتبه والسكور، وكل الامور تقريبا تشابه لعبه ستار وورز.
يعني هذا الشيء ما يعني انه سيء، بالعكس ستار وورز كانت لعبه جدا جميله من افضل العاب الاونلاين شوتر في الجيل. لكن المشكله حسيت ان شركه اي اي ريحت نفسها وقالت خلاص خلوا كل العاب الشوتر اللي عندنا على محرك فورس بايت، وحتى الالعاب الثانيه عندكم باتل فيلد وستار وورز وفيفا وميررز ايدج ونيد فور سبيد كلهم شغالين بنفس المحرك، فبتشوف التشابه الكبير بين باتل فيلد وستار وورز. يعني ما حسيت بفرق كبير عنهم، هذه يعني الشغله يعني حسيت انها مشكله. التشابه الكبير اللي بين ستار وورز وباتل فيلد واضح جدا وتقريبا نفس الاحساس كوبي بيست، هذا الشيء اللي حسيت انه ما ميز باتل فيلد 1 عن ستار وورز، يعني كانهم مجربينها، ما شفت شيء جديد من ناحيه الاحساس. طبعا اللعبه راح تصدر في شهر اكتوبر وبيكون فيها طور القصه، وهذا اكثر شيء محمسني للعبه، يعني ودي العب باتل فيلد 1 طور القصه اكثر من المالتي بلاير. راح توفر مثل ما ذكرت في اكتوبر للبلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 والبي سي. طبعا في نهايه المقطع حبيت اشكركم على المتابعه، واتمنى الكل يشارك في رايه من خلال تجربته لباتل فيلد 1 او من خلال المقطع والشيء اللي فهمه عن هذه اللعبه، شاركونا في ارائكم تحت بتكون مهمه. وفي على اليمين فوق تشوفون التصويت، ابي تشاركون في هذا التصويت بالفيديو عشان راح نستفيد منه في اشياء مستقبليه. فكان هذا كل اللي عندي بخصوص باتل فيلد 1 نسخه البيتا، واتمنى تكون النسخه الكامله احلى، طبعا بيكون فيها خرائط واشياء اكثر، وان شاء الله لنا لقاء معاها من خلال التجربه والريفيو وكل هذه الامور في القناه. فلا تنسون تنشرون الرابط ويستفيدون منه ناس ثانيين ويشتركون في القناه، واشكركم على الدعم، فيعطيكم العافيه. وكان معكم خالد من جيمر سناك، ومع السلامه.